عايد والخيامات قبح الهواء ما خلى خيمه الا نشتها. هلا الشحوار تو صار ساعتين مرتبني يشهد الله عم تطبط الشحوار ما انضبط. يا خالتي بالنسبه للخيام حدا اعطاكم خيام جديده بكام خيام؟ اعطوني خيمه اعطوني خيمه والله ما بنيتها. ليش؟ من هالبوابه بدي ابنيها كلها واحد، وهاي خيمة مقبول وكيلك الله على فرشان تمر. طيب فرش الارض ما فرشوا لكم؟ والله ما فرشوا لنا لا ارض ولا شيء، هالزلمه بيعرف. طيب بالنسبه للمحروقات للتدفئه كيف عم تدبروا حالكم بالبرد؟ والله شحتنا شويه حطبات من هون وشوي من هون، وفوق شو حطينا على حط الصبر، والله يوم الدفى يوم الدفى. يلا الله يخرجها يا اخي. الله يخرجها. وقال على البابور. مرحبا عمو، شو اسمك انت؟ ميساء. وين انت يا ميساء؟ ايش صار معكم؟ وين خيمتكم انتو؟ اي وحده؟ ايش صار؟ صارت خيم تقبع وهيك تطير. ايه واليوم يجي يطير يصير زين. طيب مشان البرد عندكم صوبه بالخيمه؟ لا. ليش ما عندكم صوبه؟ ما حدا قدم لكم صوبه؟ طيب بردانين انتو هون؟ مرحبا. هلا شو اسمك انت؟ شادية. شو اسمك؟ علي صوتك. شادية. من وين انت يا شادية؟ من حما. ايه. شو صار عندكم امبارح؟ انتو كمان وين خيمتكم؟ هون. شو صار عندكم امبارح؟ حق الله مرضانين بحي البرد، مرضانين ما تقدر تتحمل بهي الهواء. ليك صار معها شبكات مثل الكلاب. الله يعزك الله يعزك حسن ساعي. Thank you.
في هذه الأجواء العاصفة يعيش سكان مخيم أطمة أطمة أسوأ ساعاتهم. طبعا برد شديد، رياح عاتية تقتلع الخيام، بعض المنظمات والجمعيات قدمت لكن لم يجدي نفعا ما قدمته، حاجة ماسة للتدخل السريع في هذا المخيم لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والعائلات المتواجدة في هذا المكان. من الحدود السورية التركية، مصطفى محمد علي، قناة الجسر الفضائية.